صباح الخير، ان شاء الله تكونوا قاع بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي سراء. اليوم مع وصفه جديده، وصفه بيتزا. هذه الوصفه يعني تستخدم لجميع المملحات، ديريها دي سوفلي، ديريها بيتزا، اللي بغيتي تجيك بزاف شابه. المقادير غادي نحتاجو زوج مغارف كبار تاع لحظه، الملح، زوج حبات بيض، مغرف خميره، مغرف سكر، وكاس الا ربع تاع الزيت. وهنايا درت حوالي ربع غرام في تاع فرينه، غربلتها وزدت عليها الملح، لحظه، الحليب باردون الزيت، كنا زيت كاس الا ربع. درنا البيضه الاولى ونزيدو الزوجه ونخلطو المقادير في رحبه. فوالا، تجي بزاف طريه، بزاف شابه، خفيفه. اللي ما عندهاش اللحظه تقد تعوضها بالحليب، يعني في بلاصه الماء دير الحليب. زعما ننصحك ديري اللحظه سي ميو، والله تجي بزاف 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 شابه. هنايا درت كاس دافي تاع ماء، وزدت عليه خميره الخبز. قلنا درنا في غرفيه، درنا مغرف خميره ومغرف سكر، يعني خلطناهم في رحبه. وهنا ضفناهم في رحبه هكا، ولموا العجينه نتاعنا. فوالا، ونقبوها نعجنوها غير حوالي هكا دقيقتين ثلاثه، ماشي بزاف. فوالا، هنا نعجنوها وخلوها تريح حوالي ساعه، نصف ساعه، يعني حوالي كاع ما تكملي صوالحك، تكملي ديري لي صوص نتاعك توجدي صوالحك، جبديها تكون طلعت. فوالا، هنا قطعناها لي بول، جاتنا هكا رمبا بيتزات. فوالا، ونحلها. وهنايا نحاولوها نديروها على شكل دائري. فوالا، كما راكم تشوفوا. وهنايا واني موجده لاصوص، قلت لكم درت فيها طوماطيس، قطعتها قطع عشوائيه، وثاني البصله، ودرتها في المقله، خليها تريح نص كاس الماء وخليتها حتى كاع، ودرت فيها خليتها كاع دبالت، يعني كاع طابت. ودرت فيها الملح، الحرار، فلفل احمر، ودرت فيها الزعتر كما راكم تشوفوا، وطحنتها بالميكسور. فوالا، حتى نشفت لي، يعني صوص غوش، كل وحده هي حره في لي صوص اللي كي باغي ديريهم. وهنايا درتها بالكفته، واني موجده تاني فرماج غابي، موزاريلا ولا جودا اللي عندك، ولا شيدر، ولا ما ديروش غير هذاك تاع ديميل، ماشي شباب. وزدت وقتها بالفلفل. فوالا، فوالا، وندخلوها اتاب من تحت، بعديها نزيدوها من الفوق. جات فريمون شابه، نتمنى تسيوها، تسيوها في لي سوفلي، في لي شونسون، تسيوها في اي حاجه. وإن شاء الله خليكم بخير وعلى خير في فيديو جديد. سلام.